أنا يا ياسر، على كثر ما صاحبت أنا صاحبي هذا إلا أن هالكلمة لا يمكن أنساها له. يقول القرآن وصف في كتاب الله على أنه عزيز وكريم، يقول والكريم إذا أعطيته أعطاك أكثر، والعزيز لا يقبل أن يداخله في انتباهك له أحد. فإذا أعطيت وقتك وجهدك وتركيزك للقرآن أعطاك أكثر، ترى أكرم منك القرآن. وإن صرفت تركيزك عنه وانشغلت بغيره أو ما احترمت في جلستك القرآن، فإن القرآن عزيز لن يأتيك، لن يفتح لك فيه. فجزء من أنك تتعامل مع القرآن، تبحث عن كرم القرآن وعزة القرآن، أن تركز وأن تقرأ، أن تركز جسديا وتركز أيضا نيتك ومقصدك في أن يفتح لك في القرآن.